تعكف لجنة حكومية حاليا على درس أوضاع ما يقارب 600,000 برماوي يعيشون في السعودية منذ عقود طويلة. اللي يشكلون عفوا كله منك يا حسين، انت اذا صرت الكاميرامان اللي قدامي ما علينا. طبعا البرماويين يشكلون ما نسبته 25% من سكان مكة المكرمة، الامر الذي يستدعي الوقوف على ازمتهم المتمثلة في منحهم المزيد من الخدمات والرعاية على المستويات كافة، خصوصا ان 70% من الجالية ولدوا في المملكة. فمن هم البرماويين وما هي ازمتهم وما ابرز مطالبهم طبعا، وما هي الحلول لتصحيح أوضاعهم في البلاد؟ طبعا نتحدث عن قضية من عهد الملك فيصل وهي موجودة، نتكلم عن هذا الملف المؤجل على مر السنوات، راح نناقشه إنسانيا وقانونيا، لكن بعد هذا التقرير مع محمد الحبيب. ستمائة ألف برماوي في السعودية ينتظرون حلا قريبا بعد أن أصبحوا من ضمن هذا البلد منذ أكثر من 40 عاما مضت، إذ بلغت نسبة المولودين منهم في السعودية 70% لتشكل 25% من سكان العاصمة المقدسة. هنا يلعبون وهنا يعظون الدروس الدينية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله. وهنا يقطنون لتكون عاداتهم شبيهة تماما بعادات أهالي المنطقة، ولكن بمشاكل عديدة بسبب الإقامة والإثباتات. الحمد لله، الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر الجزيل لولاة أمور هذه البلاد لتحت الفرصة لقيام بهذه الأمور بتوعية الجالية، أبناء الجالية البرماوية. تتزايد مشاكل مئات الآلاف البرماويين المقيمين في مكة معضلة وتحديا اجتماعيا وأمنيا نتيجة عدم حسم مصيرهم بترحيلهم إلى بلدهم أو إيجاد معالجة لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية تضمن التقليل من المشكلات الناجمة عن حصولهم على حق الإقامة الدائمة في الأراضي السعودية، نتيجة للجوئهم إليها خشية الاضطهاد الديني في بلدهم الأم بورما. وأبرز النقاط استيلائهم على الأراضي البيضاء في سفوح الجبال والبناء عليها، ما تسبب في نشوء أحياء عشوائية تضمهم في قلب مكة المكرمة ومرتعا خصبا للجريمة، وذلك بعد اختلاط عدد من الجنسيات من بنغلاديش وغيرها على أنهم برماويين، مما يساعد على تكاثر الجريمة بينهم وازدياد سوء حالتهم من الناحية الأمنية. شكرا محمد. حول هذا الموضوع معنا في استوديوهاتنا في جدة مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة سابقا المستشار الاجتماعي الأستاذ إحسان طيب، والذي كان متابع لهذا الملف. كما ينضم لنا هاتفيا كل من مدير فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة السفير محمد أحمد طيب رئيس، وأيضا سيكون معنا رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني. أهلا وسهلا بضيوفي الأعزاء. أبدأ معك أستاذ إحسان. بيعيش ما يقارب 600,000 برماوي في السعودية، كيف يمكن تعديل الأوضاع برأيك؟ وكم عمر هذا الملف؟ ولماذا لم يحل كل هذه السنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين. شكرا لفتحك هذا الملف الحيوي والهام الذي يتعلق بأوضاع جالية كبيرة تشكل زي ما تفضلت ما نسبته 5 سكان العاصمة المقدسة تقريبا أو ربع سكان العاصمة المقدسة. وأساس مشكلة البرماويين أنهم عانوا من الاضطهاد الشيوعي منذ الأزمان السابقة، وفي عهد الملك فيصل رحمه الله تم استقبالهم واستضافتهم واستيعابهم مع داخل هذا المجتمع. وفي البدايات الأولى استطاع المرحوم أمين العاصمة السابق الأستاذ عبد الله عريفي رحمه الله أنه يشكل جزء من الحل بالنسبة لأوضاع هذه الفئة، عندما اقترح على الملك فيصل يرحمه الله
بتشغيل عدد منهم في عمليات النظافة اللي كانت تشرف عليها أمانة العاصمة بصورة مباشرة بدون اللجوء إلى الشركات، أو كان في ذاك الوقت ما كانت في شركات، واستطاع أن يسخرهم لنظافة العاصمة المقدسة. وكانت في عهده، يعني في عهد الأستاذ عبد الله عريف، مكة المكرمة من أجمل العواصم التي كانت نظيفة ومريحة بالنسبة للساكنين من هذه الجوانب، فاستطاع أن يستغلهم من خلال تنظيمات تمت لهم، ومن خلال تنظيمهم في مجموعات، وأيضا إيجاد قيادات محلية لهم من خلال المشايخ اللي موجودين عندهم، وتم الاتصال بهم وتنظيمهم، وأصبحوا أداة فاعلة في هذا المجتمع من خلال الدور اللي كانوا بيلعبوه في نظافة بيئة العاصمة المقدسة المكانية. تضاعفت المشكلة عندما بدأ هؤلاء يتزاوجون ويتوالدون، وأيضا اتخذوا من جوز النكاسة كبدايات أولى سكن ومقر لهم، وفي أعالي الجبال تم اتخاذ البعض منهم أماكن، ونشأت العشوائيات الخاصة بالعاصمة المقدسة في تلك الفترة في هذه المناطق في البداية، واستطاعوا أن يكونوا مجتمع محلي خاص بهم يمارس عاداتهم وتقاليدهم من خلال زواجهم، من خلال تعليمهم، من خلال قضاء مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، حتى أصبحت لكل فئة منهم مشيخة أو لناس مسؤولين عنهم تستطيع أن ترجع إليهم في هذا الخصوص. بعد كذا يعني هذه الفئة استطاعت أن تطور أسواق خاصة بها، استطاعت أن تدخل أسواق العمل المختلفة، لأنه هذا النوع من الأفراد وهذه الجنسية قادرة جدا على التدريب وعلى التمكين وعلى المهارة في الحرف، وشفنا أعداد كبيرة منهم تمارس الخياطة، تمارس النجارة، تمارس العمل في النوافذ الألمنيوم والأبواب، واستطاعوا أن يكونوا نسيج خاص بهم ويعمل لخدمة المجتمع المحلي اللي هو مجتمع مكة المكرمة. لكن للأسف الشديد أنه يعني تنامت هذه الأعداد، والبعض منهم استغل نتيجة أنه والله يصير بعض من أخواننا من بعض السعوديين على سبيل المثال أنه يستغل مجموعات كبيرة منهم ويعملوا تحت حسابه مقابل يعني مبالغ فيها سخرة تقريبا. ولذلك يعني مطالب الآن الأعداد كبرت، الجريمة كبرت، عدد كبير منهم أصبح ينضوي تحتهم بعض الأعداد من الجنسيات البنغلاديشية بدعوى أنهم برماويين، وهذا غير صحيح، وبالتالي اختلط زي ما يقولوا اختلط الحابل بالنابل، فأصبحت هذه الفئة تعاني من سوء انعكاس وضعيتها الحقيقية نتيجة الدخلاء عليهم ونتيجة ممارسات البعض منهم عندما لم يجد تعليم، عندما لم يجد تدريب، عندما لم يجد تمكين، عندما وجد سخرة. كل هذه الأمور أدت إلى إيجاد مناخ ملائم للجريمة، وبالتالي يعني حدثت حالات كثيرة من حالات يعني شرب المسكر، من حالات بعض حالات الدعارة في بعض الحالات، بعض حالات الخروج على النظام كل من قبل الشباب بعضهم. كان للمرحوم الدكتور محمد عبد اليماني جهود موفقة بالنسبة لتعليم أبناء هذه الجالية مع الأستاذ سليمان الزايدي الذي كان آنذاك مديرا للتعليم في العاصمة المقدسة، واستطاعوا من خلال الجمعيات هذه أن ينظموا أبناء هذه الجالية بالذات اللي من يحملون إقامات نظامية أن ينتظموا في مدارس، استطاعت هذه المدارس أن توفر لهم مناهج القرآن الكريم وبعض المناهج الأولية التي تمكن من استيعابهم من الشارع وحفظهم وحفظ الشارع منهم. نعم. معي مدير عام وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة معالي السفير محمد أحمد طيب، أهلا وسهلا بك. ما هي الحلول العاجلة لتعديل أوضاع البرماويين في السعودية، خصوصا أن وزارة الخارجية هي من ضمن اللجنة التي تدرس أحوال هذه الجالية، وأنت تعلم معالي السفير أنه الموضوع طول، يعني الملف أخذ وقت طويل. هذا صحيح. أولا مساء الخير لك ولضيوفك، وفي الواقع المعلومات التي تفضل بها الأستاذ إحسان طيب يعني وضحت الكثير من النقاط وأنا أثني عليها. في الواقع
لكن إذا سمحت لي أن أبين أمرين. أولا أن المملكة تعاملت منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله الملك المؤسس مع هذه القضية الإنسانية على مبدأين، مبدأ ديني وإنساني، حيث فتحت لها أراضيها واستقبلت المهجرين والمضطهدين من البرماويين أخوان البرماويين منذ عهد الملك عبد العزيز، يعني منذ بداية الخمسينات نهاية الأربعينات، لأنه تفاقمت مشكلة البرماويين بعد حصول بورما التي تعرف الآن ماينمار على استقلالها من بريطانيا عام 1948، وتعرضوا أخواننا مسلمي الروهينجا اللي هو في إقليم أركان تعرضوا للكثير من أعمال الاضطهاد والعنف، مضطر بعضهم إلى الهجرة مغادرة البلد، وبعد رحلة شاقة وطويلة أتوا على المملكة، ومنذ الملك عبد عهد الملك عبد العزيز استقبلهم، واستمرت هذه السياسة في استقبالهم في عهد الملك سعود، ثم في عهد الملك فيصل الملك خالد، وإلى عهد الملك فهد، وإلى الآن. فهذه يعني الخلفية السريعة. أيضا المملكة تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقين على مسارين: تأمين الحياة الطيبة الكريمة لهؤلاء المهاجرين الذين وجدوا ملاذا آمنا وحضنا دافئا لهم في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية بصورة عامة. المسار الآخر اللي هو العمل على في المسار الدولي اللي هو زيادة اهتمام الرأي العام الدولي بقضيتهم، لأن قضية إنسانية، قضية شعب مهجر، شعب أنكرت حقوقه الوطنية، لأنه في عام 1982 الحكومة الشيوعية اتخذت قرار بإنكار حق المواطنة، صدر قرار اسمه قرار المواطنة المينمارية. هذا القرار للأسف الشديد جعل المينماريين فئة غير من مكونات الشعب المينماري، وبالتالي أصبحوا يعيشون بصفة غير شرعية في أراضيهم، ومما أدى المبررات الظالمة لاضطهادهم ولطردهم عن مناطقهم لا سيما في أقليم أركان. فالمملكة عملت على المسارين. المسار الخارجي يعني استمر، وأيضا إحنا حتى نحاول نقيم اتصالات مع حكومتهم ونظامهم الحاكم، حثينا ماينمار على فتح سفارة لهم في الرياض، وأيضا قمنا بفتح سفارة لنا في رونج في العاصمة، عاصمة ماينمار، منذ حوالي 10 سنوات، وصار تواصل، ولهم سفير عندنا في الرياض، وقبل حوالي 6-7 شهور أيضا رتبنا زيارة للسفير وبعض أعضاء السفارة لزيارة المنطقة هنا، وزيارة ومقابلة عدد كبير منهم، لأنهم يقولوا نحن نقبل الماينماريين الذين ليس من أصول بنغلاديشية أو باكستانية. فقلنا تعالوا أنتم أرسلوا فريق وقابلوهم، وجاءوا أجروا مقابلات، ولكن إلى الآن في الواقع ما توصلنا إلى نتائج ملموسة. طيب معالي السفير، خلينا مثلا نقول طلع 25 منهم أصوله ماينمارية، الباقي أو مثلا أو النصف أو مهما كان، ما تبقى ماذا ستفعل المملكة؟ المملكة ما أولا إحنا أكدنا أنه على لسان يعني قادة المملكة لن نطردهم ولن نسلمهم للعدو وللنظام الذي لا يعترف بهم ليقتلهم، يعني المملكة التزمت بالشهادة وتتعامل مع هذا الملف من منطلق كما ذكرت ديني وطني، أيضا وفق المعايير الدولية. فالمملكة عندها طريقين أو معادلة، أنه تحافظ عليهم وتوفر لهم بقدر الإمكان، قدر ما تسمح به الإمكانيات، حياة كريمة تحقق مطالبهم، ومن الناحية الثانية تعمل أيضا من خلال المسار الدولي على الضغط على النظام الحاكم لقبولهم وعودتهم إلى وطنهم، لأنه مهما كان تواجدهم هنا فهو تواجد راح يكون مؤقت، ولا بد من عودتهم. وأي إنسان في الواقع يعني يفضل إقامته عيشه في بلده. ما راح يتم تجنيسهم؟ تجنيسهم؟ نعم. هو في يعني تم تجنيس أعداد منهم، القدماء منهم تم تجنيس بعضهم،
ولكن العدد كما ذكر الأستاذ إحسان أنه العدد تنامى، يعني كانوا بضعة آلاف إلى ما هو إيه، بعضهم لا يعرفون أرضا ولا سماء للمملكة العربية السعودية. بعدين أنت في مؤتمر صحافي أمس قلت أن القضية البرماوية لها أبعاد محلية ودولية مثلها مثل القضية الفلسطينية، وقلت أن الإعلام والرأي العام شبه مغيب عن قضية البرماوية. والسؤال هذا اللي أنا بشرحه الآن. إيه لا لا بس إحنا بدأنا يعني المملكة وبتعاون الدول الإسلامية أنه رفعنا الموضوع وصعدنا إلى الأمم المتحدة في عام 1910 في شهر مارس 1910 صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على مواطنة الماينماريين في بلادهم، يعني لهم حق المواطنة، وهذا قرار أعتقد قرار تاريخ وأساسي يبنى عليه كثير من القرارات إن شاء الله لاحقا، وبمعنى أنه ينقض وينفي القرار الذي اتخذته الحكومة النظام الحاكم في الثمانينات اللي هو قرار المواطنة قانون المواطنة. فهنا نؤكد ونحفظ للماينماريين الروهينجا مسلمي الروهينجا اللي هو هذه الفئة الطائفة حق المواطنة لهم، هذا أول شيء نضمنهم، حتى نضمن لهم أيضا حق العودة لوطنهم. وبعدين أيضا إذا تذكر في القمة الإسلامية الأخيرة ليلة 27 رمضان الماضي صدر يعني كان موضوع الروهينجا لأول مرة يبحث في إطار القمة الإسلامية، وكان أحد البنود الرئيسية، وصدرت فيه قرارات مهمة جدا من ضمنها أيضا مطالبة المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة بإدراج هذا الموضوع على أجندة الدورة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة هذه السنة، وأيضا مطالبة المجلس حقوق الإنسان وهو مجلس رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة للنظر ومناقشة هذا الموضوع. والمنظمة المؤتمر الإسلامي أيضا أرسلت لجنة تقصي حقائق، فبدأ الرأي العام الدولي يتجاوب، وهذه كلها إن شاء الله تشكل قوت كبيرة على النظام الحاكم. هذا فيما يتعلق بالوضع الخارجي، وهذا مهم جدا لأنه أولا تضمن حقهم في العودة وحقهم في المواطنة في بلدهم. وبعد ذلك فيما يتعلق محليا في تم تجنيس بعض الأعداد من أعداد منهم، وكثير من الأعداد يحملون بطاقات تعريفية، والآن بالواقع يعني الجهود بقيادة سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اللي هو شكل مؤخرا فريق عمل، وأنا أشرف بالعمل ضمن هذا الفريق من وزارة الخارجية من الأمارة ومن الجهات الأخرى المعنية الجوازات والشرطة والصحة والتعليم بس وكل معالي السفير بس عذرا يعني ودي تجاوبني على هذا السؤال، تقول نعم. كم عدد الذين جنسوا؟ أيضا أمر آخر تقول تم تجنيس القدماء منهم، هذه مسألة حتى القدماء يعني ما في شيء نقدر نمسكه، ما في تعريف واضح من يستحق، ما هي الشروط اللي إذا أحد تجاوزها يأخذ الجنسية. يعني نقول قديم مثلا أنه يكون من السبعينات موجود في السعودية ولا من 10 سنوات مثلا، وإذا كان هو قديم وأنجب أطفال في المملكة العربية السعودية ما مصير هؤلاء؟ على الوضع الداخلي الناس اللي يعيشون في مكة وفي جدة منذ سنوات طويلة لا يعرفون إلا هذه الأماكن ويعملون فيها وعندهم بزنس فيها، إيش وضعهم؟ يعني أنتم مفكرين فيهم ممكن يأخذون الجنسية؟ لا تنسى موضوع البطاقات هذا مزعج، معلقين لا هم هنا ولا هم هناك. لا هو أول شيء أنك أنت بدك تنظم وضعهم النظامي اللي هو تصحيح وضع النظام، إنه يكون كله برماوي في السعودية، هذه أول شيء. بعد ذلك تأتي موضوع التجنيس، وفي بعضهم المنحرفين في الواقع ولا يكونوا من أصول، لأنه كما ذكر الأستاذ إحسان إنه عدد كبير من جنسيات أخرى اندسوا في هذه الجنسية، يعني لأنه الآن نشأت أحياء عشوائية، وهذه الأحياء العشوائية أصبحت للأسف بيئة يعني لهروب الأشخاص المطالبين والهاربين من العدالة بيندسوا في هذه الفئة بس هذه الفئة هي أهملت منذ سنوات، إحنا خليناها بيئة حاضنة للناس الفارين، يعني في مساهمة، طالما انك اغفلتها سنوات طويلة وتروحي تعيش في جبال ولا في حواري احياء عشوائية، انت سنوات وانت محلي، يعني انت ساهمت في هذه البيئة.
يعني ما تقدر تقول الكلام ده صحيح 100%، ولكن ما في إحمال لأنه في لجان وفي جهات ثانية متابعة قضيتهم من سنوات طويلة. يعني أنا شخصيا قريب دخلت في الفريق العمل هذا، لكن كنت متابع أيضا من أطراف أخرى. طيب. وفي ووجدت أنه في دراسات معمولة ومن أيام من حوالي 20-30 سنة، ترى الموضوع محل اهتمام كبير. لكن خلينا أقول لك واحدة حاجة، يعني ما هو إهمال، ولكن يعني في عوامل ربما أدت إلى تأخير الحلول الناجعة والشاملة لهم، إلا هو كان هناك يعني أمل كبير أنه راح تحل قضيتهم ويعودوا إلى وطنهم. هذا عامل رئيسي، وربما إلا جعل يعني السلطات المختصة والمسؤولين المختصين أنهم عدم إيجاد حلول جذرية وشاملة لهم، أنه كنا نتوقع أنه كل عام أنه راح تحل المشكلة نتيجة الضغوط الدولية، ولكن إلى الآن بصراحة ما يعني. طيب ابقى معي معالي السفير. نعم. راح أرجع لك في نقطة، بس تعليق الأستاذ حسان. أستاذ حسان ودي تعلق على ما قال السفير. نعم. ودي بس نحاول نلمس الأسباب اللي أخرت هذا الملف، اللي عطلت هذا الملف سنوات، اللي عطلت هذا الملف لعدد من السنوات ترجع إلى عدة أسباب. أول حاجة وجود الأعداد الكبيرة من المتخلفين من كافة الجنسيات اللي موجودة من أفريقيا ومن آسيا، هذا جانب. الجانب الآخر بطء المعالجة في الأوضاع اللي بتنشأ من المشكلات اللي بتظهر حق التخلف أولا بأول، فبالتالي أدت إلى هذه التراكمية التي أدت إلى ما هو استعصاء الحل، إلى يعني تعقيد المشكلة أكثر وأكثر. لكن أنا أود أن أطمن الجميع من خلال ما سمعته من لقاءات الأمير خالد الفيصل جزاه الله خير، أن هناك ترتيبات معدة وفي القريب العاجل ستظهر إن شاء الله، تتعلق بكيفية الاستفادة من هذه القوى العاملة الصالحة لصالح التنمية التي نعيشها، وخاصة وأن الفترة الحالية نشهد دورة تنمية سريعة ودورة تنمية قوية ومشاريع متعددة ومتنوعة، والبلد في حاجة ماسة إلى عدد كبير من العمالة، وهذه العمالة عمالة مدربة يمكن أن يستفاد منها، حتى لدرجة أني سمعت الأمير خالد الفيصل يحفظ الله قال حتى إلا ما هو مدرب نحن نعمل على تدريبه وتمكينه والاستفادة منه في داخل هذه البلد وتصحيح وضعه النظامي، إلا يحتاج الأمر إلى ترحيله ويرحل، إلا يحتاج الأمر إلى تثبيته ويثبت ويعطى إقامة أو أوراق ثبوتية تجعله يستطيع أن يعمل بدون أن يتعرض للابتزاز من قبل الآخرين. يعني بعض ضعاف النفوس في مجتمعنا يبتز مثل هذه الفئات، البعض والبعض القليل يبتز هذه الفئات من خلال تسخيرها في أعمال أحيانا تكون لا أخلاقية، أحيانا تكون فيها سخرة لجهود هؤلاء الناس وتضيع لحقوقهم من خلال تشغيلهم بمرتبات ضئيلة جدا، من خلال تسكينهم في أماكن سيئة جدا، من خلال يعني هذا الأمر لا يشجعهم على الاستقامة. فبالتالي كل ما تحسنت البيئة الخاصة بهم كل ما استطعنا أن نستفيد منهم أكثر، خاصة على سبيل المثال نحن نعاني من مشكلتنا مع أندونيسيا في العمالة، عمالة الشغالات الأندونيسيات، وبتسمع كل يوم والتاني المشاكل اللي موجودة بيننا وبين وزارات العمل الأندونيسية أو الفلبينية أو غيره، ونحن بمرتهنين لهم كل شوية بيهربوا عدد من العاملات الأندونيسيات أو البعض من هذه العمالة سواء حتى كينيا أو أثيوبيا، الآن أصبحوا وارتفعت حتى أجور العاملات في هذه المحلات في هذه الأماكن. أنا أتمنى أنه هذه فئة السواق اللي موجود من هذه الفئة موجود عندك في مرجعية له، تقدر تستطيع إلى هرب من عندك، تقدر تروح تشوف شيخه، تقدر تشوف موقعه، تقدر تشوف سكنه، تستطيع أنك تتعامل معه. لكن الحالات الضائعة اللي أنت بتشوفها من حالات الهروب والتي لا يمكن أن تتعامل معه وتختفي وتخلق بيئة سيئة للعمل الغير صالح من خلال الممارسات الرزيلة اللي بتشوفها وتكتشفها إدارات الجوازات والمباحث والشرط وغيره من سرقات وحتى بعض منها دعارة يعني تصل إلى هذا الحد. أنا أقول أنه يعني بارك الله جهود الأمير خالد الفيصل في هذا الاتجاه للاستفادة من هذه القدرات
الموجودة بين ظهرانينا ونحن ما احنا مستفيدين منها، أو إنها تشعر بالاحتقان والغبن عندما يتم تسخيرها برواتب متدنية أو التحكم فيها نتيجة أنها تعيش ظرف غير قانوني بالنسبة للإقامة أو غير صحيح بالنسبة للإقامة. فلنمكنهم من الإقامة السليمة وتحت رعاية سليمة وتحت أنظار الدولة وتحت قيادات مجتمعاتهم المحلية من مشيخاتهم الموجودة، ولنعلم أبنائهم ولندرسهم وليستطيعوا أن يسهموا في بناء هذا الوطن الغالي الذي يحتاج لكل جهد، وخاصة بالنسبة لهؤلاء المضطهدين الذين البعض منهم أصبحوا أبنائهم كبارا ولا حتى اللغة. البعض منهم، كثير من الناس اللي بيتعاملوا في مكة من حجاج أو معتمرين بيروحوا المحلات التجارية أو غيره، بيفكر نفسه أنه بيتعامل مع مكي، بينما هم أصولهم نفسهم هؤلاء هم عبارة عن برماوية شغالين في هذه المحلات، لكنهم اكتسبوا ثقافة هذا المجتمع من حيث اللبس ومن حيث اللغة ومن حيث اللهجة ومن حيث التعامل ومن حيث العادات. حتى العادات أصبح كثير منهم يتمثل بعادات السعوديين ويعتز بها، وحتى يعني البعض منهم ما تفرق بينه وبين السعودي. فلنستثمر هذه الفئة الموجودة بين ظهرانين بالأسلوب الأمثل الذي يوجه به سمو الأمير خالد الفيصل، وأسأل الله أن يبارك الجهود اللي بهذا الشأن لاستفادة من هذه الفئة لإعمار هذه البلاد. نعم، فاصل ونعود بعد قليل. أهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن قضية البرماويين في السعودية، هذا الملف الشائك اللي طول في محاولات حديثة من جهة عدة للحل. ضيوفي الأعزاء، رحب فيهم من جديد. استاذتنا في جدة مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة سابقا المستشار الاجتماعي أستاذ إحسان طيب، وأيضا معنا هاتفيا من جدة مدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة السفير محمد أحمد طيب، وينضم لي الآن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني. دكتور مفلح، أهلا وسهلا بك. غالبية البرماويين يحملون إقامات منتهية ويعانون مشاكل في عملية التجديد، كيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟ وأنتم كجمعية وين وصلتوا في هذا الملف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيوفك. والحقيقة أن هذا الملف هو كما ذكرتم أنه ملف شائك وتتداخل فيه العديد من الإشكاليات فيما يتعلق بحقوق مختلفة، حق في جنسية، حق في إقامة، حق في عمل، حق في دراسة، حق في علاج. الجمعية الملف مفتوح على جدتها منذ فترة، كان هناك حديث مع أغلب المسؤولين السعوديين في هذا المجال. هناك قضايا تحل بشكل فردي وهناك قضايا تحتاج إلى حل جماعي. إشكالية الجنسية والإقامة متعقدة من أوضاعها بسبب عدم وجود الجواز وعدم وجود علاقات دبلوماسية سابقة بين المملكة وبورما أو مانمار، أيضا عدم التعاون من جانب البلد الأم لهؤلاء المقيمين، تداخل الأجيال القديمة مع الجديدة في الوجود، وأيضا إشكالية حصول البعض منهم على جوازات بنغلاديشية أو صينية، ومن ثم ظهور العديد من الإشكاليات. الحكومة السعودية بذلت جهود في هذا الجانب وحاولت أن توجد نوعا من الإقامات لا تستند إلى جوازات، وجد فيها عند التنفيذ في بعض العراقيل. تم الطلب من البعض منهم إحضار جوازات يمكن وضعهم النظامي. أنا أعتقد في الجمعية أن الأمر يحتاج إلى جهد مشترك داخلي وخارجي. لا شك أن هناك حاجة للضغط على دولة المنشأ ولإيجاد نوعا من الارتباط المباشر بين هؤلاء المواطنين لهذه الدولة وبين الدول التي يقيمون فيها، وعلى وجه الخصوص المملكة باعتبارها تستضيف عدد لا بأس به وكبير يعتبر من هؤلاء. الأمر الآخر أيضا التفكير في تجنيس نسبة من هؤلاء، وخاصة من تلك الأجيال القديمة والتي نشأت وترعرعت في المملكة وأصبحت داخل النسيج الاجتماعي السعودي وتعمل في مهن يحتاجها المجتمع السعودي، وبالتالي الحاجة تدعو لأن يكون هناك
آلية عمل داخلية وخارجية بحيث أن يكون هناك تنسيق مع الدول المستقبلة للهجرات لمن يريد أن يهاجر إلى بلاد أخرى، وأيضا تنسيق وضغط على دولة دولتهم لاستقبال من يريد أن يعود. وأيضا المملكة تقوم بدور فيما يتعلق بمن يمكن تجنيسه أو إعطاء إقامة دائمة. طيب دكتور مفلح، هل وقفتم على النواحي التعليمية والصحية أيضا الشروط الإعطاء الجنسية؟ هل أنتم ساهمتوا فيها؟ عندكم اطلاع ولا هي أيضا تخضع للمزاجية؟ يعني شيء ما في شيء يعني نظام واضح لها. والحقيقة مثل هؤلاء نظام الجنسية السعودية لا يستوعبهم بالوضع الحالي، لأن من خضع منهم للتجنيس العادي فلا تتوفر شروطه، ومن تم محاولة تطبيق على بعض المواد التي تتعلق إما بالزواج وإما بالميلاد وإما بأمور أخرى أيضا فيها صعوبات، ولذلك سامية تخص هؤلاء لمن يمكن تجنيسه منهم أو حتى إعطاهم إقامة دائمة في المملكة. هذا جانب. الجانب الآخر فيما يتعلق بالحقوق الأخرى، هناك جهود بذلت على مستوى منطقة مكة المكرمة فيما يتعلق بإسعاف الأبناء في المدارس النظامية وتدريس المناهج السعودية بالنسبة لأبنائهم بدلا من الوضع السابق الذي كان يعني حقيقة مساويا. الآن الوضع جيد فيما يتعلق بالجانب التعليمي والجانب العلاجي إلى حد كبير، لكن هناك إشكاليات فيما يتعلق بالزيجات والوفيات و العمل وما إلى ذلك. نعتقد أن الحاجة تدعو لأن يكون هناك أكثر من جهة تشترك لإيجاد حلول، لأن الأوضاع النظامية الحالية في المملكة قد لا تستوعب معالجة أوضاعهم، بالإضافة إلى أن نحن في الجمعية تحدثنا مع بعض المنظمات الدولية ومع بعض الدول التي تستقبل أو تعنى بمشاكل اللاجئين أو ما إلى ذلك العمل من أجل المساهمة في إيجاد حلول لهؤلاء. المملكة قد تستوعب مجموعة من هؤلاء من حيث التجنس أو ما إلى ذلك، وهذا تحتاج إلى جهد وشرح وتفصيل لصاحب القرار عن الفوائد الإيجابية التي ممكن أن تعود من هذا، لكن العدد الكلي قد يحتاج إلى إيجاد جهات أخرى تستوعب هؤلاء، وخاصة إن بلادهم يعني اشتهرت وبناء الفترة الأخيرة في التهجير والتمييز والاضطهاد، وبالتالي هناك بعض الأنظمة الدولية وبعض الأنظمة المحلية في بعض الدول قد تقدم حلولا لمثل هذه الفئة. نعم، شكرا لك دكتور مفلح القحطاني على هذه المداخلة، الرئيس جمعية حقوق الإنسان المملكة العربية السعودية. أعود لك معالي السفير محمد أحمد طيب، مما شرحت يعني قبل الفاصل تحدثت عن أنه في جهد عمل خارجي الدولة سعت فيه منذ فترات ماضية، وفي جهد أيضا داخلي، ولكن ما هي يعني أنتوا دائما لما تكون لجان أو دراسات في رغبة للوصول إلى أهداف ومن ثم تحقيقها بعد ذلك، أبرز الأهداف مثلا يعني أهدافكم مثلا راح كيف راح نقفل هذا الملف، أنه مثلا جزء منهم سيعودون إلى بلدهم الأصلي والجزء الآخر سيتم تجنيسهم، أيضا الناس اللي راح يعطون بطاقات خاصة أو جوازات ويصيرون لهم برماويين ولهم بالسعوديين، هذولا هل إحنا صنعنا لهم المجال أو البيئة الجيدة بحيث يعني يكون لهم حقوق في المجتمع وكل الأمور هذه، أم أنه راح نتقابل بعد سنة ونناقش الموضوع مرة ثانية؟ لا إن شاء الله نتقابل بعد سنة ويكون حدث تطور كبير جدا. أولا خليني يعني أتكلم معه بكل صراحة أنه الوضع لا يرضي لا المسؤولين ولا القيادة ولا أي إنسان وضعهم الراهن. بداية حل المشكلة إحنا وضعنا هذه التوصيات كفريق عمل تكون عبر تصحيح وضعهم النظامي. كل مقيم يجب أن يكون لديه إقامة، هذا أول شيء، وبالتالي نستطيع أن نؤمن لهم التعليم المناسب، خدمات الرعاية الصحية المناسبة، أيضا فرص العمل، لأنه حاليا بدون عدد كبير منهم ما بيحملوا أي لا إقامة ولا بطاقة ولا أي شيء، بدهم يروحوا كيف تستطيع الشركات أن تعمل أن تتفق معهم ويعملوا عندها.
كيف فهينا المشكلة، كيف يعطون شهادة وفاة، كيف يدفنون، أمور كثيرة كلها ناجمة بسبب بصراحة وضعهم النظامي. فلابد، وهذه التوصية أول توصية احنا وضعناها، أنه تصحيح وضعهم النظامي. بعد ذلك كل الخدمات الأخرى راح تتوفر لهم كحقهم، حق مشروع مثلهم مثل أي مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. هذا الشيء. موضوع التجنيس بيكون عبر وحسب نظام التجنيس في المملكة العربية السعودية، من تنطبق عليه شروط التجنيس سوف يمنح الجنسية. أيضا إحنا يعني إذا صححنا وضعهم النظامي وفرنا لهم الخدمات، حقوقهم في التعليم كمقيمين، في التعليم والرعاية الصحية ومجال العمل والاستفادة منهم، وأنا أؤكد الكلام اللي تفضل به الأستاذ إحسان أنه طاقة قوية وطاقة مهدرة في الواقع، لابد أن يستفيد منها المجتمع، وبدلا من استخدام آلاف بل ملايين العمالة من الخارج، إحنا عندنا هنا عدد كبير يستطيع أن يحل محل هذه العمالة من الخارج ويساعد المجتمع، ولا سيما أنه كثير منهم أصبحوا قريبين جدا جدا من المجتمع السعودي. يعني أنت بصعوبة ربما تفرق ما بين السعودي والبرماوي اللي صلوا 30 أو 40 سنة من حيث اللغة واللهجة والعادات والتقاليد، فهم في الواقع يعني فعلا هذا الموضوع نحمد الله سبحانه وتعالى أنه بدأنا الطريق الصحيح. وأعتقد تشكيل فريق العمل هذا وهو بيبني عمله ودراساته على الدراسات السابقة، لكن سوف لا نتوقف عند وضع دراسات، لابد من وضع توصيات، وهذا ما عملناه، وضعنا توصيات لسمو أمير المنطقة، وتوصيات تبدأ بتصحيح وضعهم النظامي. وأنا أعتقد وأجزم أنه الأمير، أمير المنطقة وسمو وزير الداخلية وخادم الحرمين الشريفين مهتمين جدا 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 بهذه القضية التي أصبحت هاجس في الواقع للقيادة وللمجتمع، والقيادة تشارك المجتمع أنه هذه القضية لابد من إيجاد حل مبني على تقاليد المملكة العربية السعودية، تقاليد الضيافة، وأيضا إيجاد حل في وطنهم هناك. والمملكة مع العديد من الدول الإسلامية الأخرى، وكما ذكرت قبل كده أنه بتصعب الضغوط على النظام الحاكم بالاعتراف بحقهم وقبولهم كمواطنين وعودتهم إلى وطنهم. لكن أريد أن أؤكد واحدة حاجة، أنه المملكة سوف لن تقوم بترحيل هؤلاء قسرا، ولن تسلمهم لعدوهم ليقتلهم. فهذا مبدأ أساسي في سياسة المملكة، سوف تستمر استضافتهم كأشقاء وكأخوان مهجرين مضطهدين في بلادهم، ونوفر إن شاء الله لهم إذا تم تصحيح وضعهم النظامي جميع الخدمات اللازمة في مجال التعليم، مجال الصحة، مجال العمل، وليكونوا مثلهم مثل أي مقيم آخر، له حقوقه وعليه واجباته. شكرا لك معالي السفير محمد طيب على يعني قبول الدعوة والمشاركة معنا في البرنامج. أهلا. شكرا لك أستاذ حسان. في عندي على يمكن يظهر على الشاشة تغريدات الناس. أحد الأخوان RR_H04 تحدث عن مشاكل كثيرة، وقال يعني كانوا يوحي بأنه وضعهم الحالي، وضع البرماويين الحالي، خليهم عرضة للاستغلال، يعني على مستوى الرواتب، على مستوى طريقة العيش. يعني لو أنهم نظاميين كان ممكن تعطيه مثلا 2000 ولا بس كذا تجيبوا 1000 ريال 500 أحيانا، أنت تقول مالك عندي شيء بعضهم. هذا الموضوع يعني نبغى نتكلم فيه، وفي نفس الوقت توقعاتك أنت أبرز النتائج اللي ممكن هذه اللجان تخرج بها مستقبلا. يعني لا ننسى مثلا منطقة مكة المكرمة كان في مشاكل الناس اللي من تشاد، وأيضا بعض الجنسيات الأفريقية الأخرى اللي يعني ليست مشكلة البرماويين فقط. هذه الملفات يعني هل في إرادة صادقة لحلها، أم أنه الأمر سيظل مستمر، خصوصا وأنه يعني إذا لم تحل هذه المشاكل راح يكون ربما هناك انعكاسات أمنية سلبية جدا على البلد. نعم
الآن أنت الآن في بعض المشكلات اللي خاصة بهم زي ما تفضلت، ابتزازهم في بأجور رخيصة، تشغيلهم بأجور رخيصة، البعض من المجاورين منهم من السكان السعوديين من اللي موجودين من بعض الحالات يتزوج من بناتهم الصغار وبعقود يعني طبعا سليمة، لكن استغلال لأوضاعهم يتزوج من واحد كبير يكون مسن، يتزوج لواحدة صغيرة برماوية 15-18 سنة. البعض من المعاناة اللي سمعتها من البعض منهم، أنا عندي تجربة بهذا الخصوص، لأنه قبل 10 سنوات كلفنا مركز الخدمة الاجتماعية في مكة المكرمة مع ضمن جهود مع الأمارة وغيره بإعداد دراسة مبسطة أولية عن أوضاع سكان حي النكاسة، و هذا البحث اعتقد حتى قدم من ضمن الابحاث والاوراق اللي رفعت لاماره منطقه مكه المكرمه بهذا الخصوص من زمن طويل. والكلام اللي انت بتقول عليه نعم يشجع الكثير منهم على استغلالهم، ويجب علينا ان نعمل مو بس على 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 وضع هذه الفئه، على كل اوضاع المتخلفين بان نعمل على تصحيح اوضاعهم. والشيء اللي الى الان انا اشعر فيه بتفاؤل إنه الأمير خالد الفيصل من خلال اللقاءات اللي بأشوفها أحياناً ما وأحضرها في مناسبات عديدة معه، سواء على مستوى رسمي أو على مستوى اللي بيتم من خلال اللقاءات اللي تتم معه، أرى فيه جدية في هذه المسألة، وخاصة وأنه حتى اللهجة والوجه اللي بيتوجه به، يعني حتى في بعض الاجتماعات كان يتوجه يقول لا نحن جادين على فتح هذا الملف وعلى العمل الجاد على يعني أنه هذه الأوضاع ما تستمر في منطقة مكة المكرمة وفي المملكة كلها، ولنكن نحن البادئين في هذه المنطقة لأننا الأكثر عرضة لما هو موجود من مشكلات بالنسبة للتخلف فيها. وإن شاء الله أنا سمعت أنه اللجان تكونت، وسمعت أنه في خطوات بادية من مختلف الجهات اللي هي معنية، وأتمنى أن تشرك الممثليات الخاصة ببلدان هذه الجاليات اللي هي موجودة في عملية تصحيح الوضع اللي هو خاص بها، على أساس أنه يخرج له ورقة سفر أو ورقة إعادة. البعض منهم لا يستطيع، يعني حتى أنا أتذكر من زمان كانت في مشاكل التسول أنه تطلع باخرة بمجموعة من الأفارقة تدور الساحل الأفريقي كله ما تحصل هوياتهم، لأنه كانوا بيمزقوا هوياتهم عندما يوصلوا البلد، ولأي لأي يعني دولة تسلموا، تشاد، نيجيريا، غيره. فيجب علينا أن نعمل الآن، وهذه مسؤولية برضو بالإضافة إلى الجهات الأمنية الجهات البحثية في المملكة، أن تتصدى لظاهر لبحث أوضاع هؤلاء المتخلفين. وأقول أنه مركز أبحاث الحج وجامعة أم القرى بأقسام الخدمة الاجتماعية اللي موجودة فيها، وأيضا الغرف التجارية تستطيع أن تسهم، وسبق لها أنها أسهمت في موضوعات التسول وغيره. كل هذه الجهات بالإضافة للجهود الحكومية، جهد أهلي مع جهد حكومي مع القطاع الثالث من الجمعيات الخيرية أو غيره التي تتوفر لها عندها باحثين وباحثات ويستطيعوا أن يشاركوا في عمل بحثي ضخم يحدد أبعاد المشكلة الحقيقة الخاصة بالتخلف في منطقة مكة المكرمة على أسس علمية، ويضع حتى أنه يستطيع أن يساعد البحث اللي يطلع، حيساعد اللجان التي تنعقد على الوقوف على أرضية من المعلومات تساعدها في اتخاذ القرار. طيب احنا راح نتوقف مع فاصل. القرار الصحيح يبدأ أولا من تصحيح أوضاعه. نعم سنعود لك أستاذ حسين، لكن فاصل ونعود بعد أقل. أهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن مشكلة البرماويين في السعودية. ضيفي الأستاذ حسين. طيب أستاذ حسين بس لك سؤال، أتمنى الإجابة باختصار لأن عندي باقي 3 دقائق إذا سمحت لي. في كلام أنه لجأ عدد من البرماويين إلى استخراج شهادات وإثباتات رسمية بطريقة غير مشروعة من خلال دفع رشاوى بحسب ما تشير له التقارير الصحفية ومعلومات أيضا تصلنا. كيف تعلق على هذا الأمر؟ وهل فعلا لمست هذا الشيء؟ عندك معلومات تعزز هذا الكلام؟ أولا نحن لسنا ملائكة، فمثل ما يصير في بعض الانحرافات في بعض الجهات قد يكون يعني في بعض الانحرافات إلا في هذا الشأن، والجهات الأمنية تتحقق من هذا الشأن. لكن أقول لك أنه بلدوزر الخير في المنطقة خالد الفيصل مع الرجال
اللي يكونوا مخلصين إن شاء الله سيستطيعوا أن يكتسحوا هذه المشكلات الموجودة أمامنا، وإن شاء الله نلمس حلول لها في المستقبل القريب بإذن الله. نعم، أشكرك الأستاذ حسان طيب مدير الشؤون الاجتماعية منطقة مكة المكرمة سابقا والمستشار الاجتماعي. أشكر ضيوفي الأعزاء الذين كانوا معي، مدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة السفير محمد أحمد طيب، وشكرا لرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني. أيضا أشكركم الحقيقة على تخصيص جزء من وقتكم لمتابعتنا. ألقاكم غدا في أمان الله.